باسم النظام وإحلال الأمن يطلقون النار، وباسم وأد الفتنة لا يتورعون عن القتل. يوصفون تارة بالشبيحة وتارة أخرى بفرق الموت. يتحركون وسط المدن المنتفضة متسلحين بروايات النظام عن مؤامرة تستهدف دوره الموصوف بالممانع، مما يمنحهم الحق برأيهم في توجيه نيران بنادقهم نحو إخوان لهم في الوطن. طلقات وجدت مستقرها الأخير ومنذ 15 من شهر مارس في صدور مئات المنتفضين من أجل الحرية. يا حمي يا ابن الأحرار، آخر هؤلاء ابن دير الزور حمزة الناصر. وفق رواية الناشطين أرداه صريعا رصاص الشبيحة ورجال الأمن. جثمان حمزة الناصر طاف شوارع مدينته للمرة الأخيرة محمولا على أكف رفاقه الذين عاهدوه على إكمال المسيرة من أجل دولة مدنية ديمقراطية لا خوف فيها ولا صمت بعد اليوم. وبينما كان أهل دير الزور يودعون ضحاياهم، كانت دبابات الجيش السوري تحكم حصارها على مدينة البوكمال التي شهدت انضمام عناصر من الجيش إلى الآلاف من أهل المدينة المطالبين بإسقاط النظام. تلك كانت رواية الناشطين، أما الرواية الرسمية فأوردتها وكالة سانا متحدثة عن جماعات مسلحة قتلت أفرادا من الأمن مما استوجب تدخل الجيش. لم تكن البوكمال وحدها في مواجهة الدبابات، فقد خبرت قطنة واليوم الثاني على التوالي الهجمة العسكرية، بينما شهدت حمص انتشارا للمدرعات التي أحاطت بمسجد خالد بن الوليد وحولت منطقته إلى ما يشبه ثكنة عسكرية. ورغم عنف القبضة الأمنية استمرت المظاهرات تجتاح سوريا من أقصاها إلى أقصاها، فخرجت عشرات المظاهرات في الساعات 24 الماضية في أكثر من منطقة، وسجل انضمام مدن جديدة إلى دائرة المطالبة بالحرية وفق ما أظهرته الصور الواردة من بلدة الشهبة في محافظة السويدة، حيث تظاهر المئات دعما لقطن المحاصرة. وبينما كانت عدة مدن تخبر عنف السلطات، كان مؤيدو النظام يهتفون بحياة رئيسهم في ساحة الأمويين وسط دمشق، مناسبة لقاء إحياء الذكرى 11 لأداء بشار الأسد قسم الرئاسة، أي الذكرى 11 لنجاح أول عملية توريث في جمهورية عربية انتقلت فيها السلطة من الأب إلى الإبن بعد تعديل دستوري لم يلامس سوى المادة المرتبطة بسن الرئيس. دستور يطالب المتظاهرون بتعديله جذريا، فقد حكم بموجبه الأسد الأب والأسد الإبن سوريا طيلة 4 عقود، وقام على مركزية دور الرئيس وضمن ديمومته بالاستناد إلى الجيش والحزب والأجهزة الأمنية. لذلك تبدو مطالبة المنتفضين بإصلاحات تنسف دستور عام 73 أمرا مؤلما بالنسبة للأسد، وهو ما يدفع مراقبين إلى القول إن الدعوة لتعديلات جوهرية تطال الدستور يعني عمليا مطالبة النظام بالانتحار سياسيا. لذلك يرى المعارضون أن ما يطرحه النظام اليوم إنما هو تلازم الخيار الأمني مع دعوة حوار بين السلطة والسلطة نفسها، دعوة تتم وفق سقف مرسوم سلفا ويضع سوريا أمام خيارات مفتوحة ومؤلمة، أبرز تجلياتها صور كهذه، صور تظهر سوريا وهو يطلق النار على سوري آخر بهدف وقف عجلة التاريخ عن الدوران.